بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اردت في هذه الجلسه ان ابين لكم اولئك الرقاه الذين يتابعهم الالاف من المرضى المساكين المرضى مغرر بهم بسبب هؤلاء الرقاة بسبب هؤلاء الرقاة الذين ابعدوهم عن فتاوى العلماء وابعدوهم عن الرقيه الشرعيه وابعدوهم عما جاء به جبريل عليه الصلاه والسلام وعما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينه للناس وعما جاء به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وذهبوا يتكلمون عن رقية السلب بأنها رقية ضعيفة وليست قوية والرقية تحتاج إلى عزيمة وقوة واجتهاد وتجارب فخرجوا على الأمة بتجارب وباجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة ولا في فتاوى العلماء فأبعد الناس عن العلاج بالقرآن الكريم وبكلام رب العالمين أبعد الناس عن العلاج بالأذكار والأدعية لو رجعنا إلى ابن القيم في كتبه وبالخصوص في كتابه الماتع الداء والدواء والكلم الطيب وكتب ابن تيمية والعلماء المعاصرين لوجدنا انهم يقولون بان الرقيه الاصل فيها هي ايصال القران الكريم الى المسحور او الممسوس ايصال القران الكريم الى المريض فالمريض عندما يقرا عنده القران يرتاح يطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب عندما يقرا عنده القران يجد الرحمه والشفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين يجد السكينه يجد الثبات يجد الراحه والاطمئنان بسبب ماذا؟ بسبب كلام رب العالمين فهؤلاء ابعدوهم عن كلام رب العالمين الى كلام شيطاني كلام اختلقوه من عندهم كلام الفوه من عندهم من افكارهم النتنه يؤلفون الجمل ويؤلفون كلمات لا معنى لها وهذه الكلمات قد تكون تدل على شرك وقد تكون وسيلة للشرك يرددونها ويقرؤونها كأنهم يقرؤون القرآن على المرضى والمرضى المساكين لجهلهم ولبعدهم عن الكتاب والسنة يتبعونهم لسبب المرض الذي تسلط عليهم وأضعفهم وفعل فيهم الافاعيل اصبحوا ينعقون مع كل ناعق كل راق جاهل يخرج عليهم برقيه يهرولون اليه مسرعين لعلهم يجدون عنده الشفاء ويجدون عنده الخلاص مع انهم لم يذهبوا الى الاصل لم يعالجوا حقيقه لم يبداوا من المنبع الصافي وهو العلاج بالقران الكريم والعلاج بالاذكار والادعيه انا ابين لكم رقية هذا المخرف حامل المسك الذي يتساقط عليه الالاف والالاف من الذين لا يعرفون احكام الرقيه الشرعيه ولا يعرفون فتاوى العلماء ولا يعرفون افعال واقوال الصحابه رضي الله عنهم في باب الرقى للاسف الشديد من بين هؤلاء الغريب الموصي لذلك الراقي المخرف الذي يخترع ويجتهد من عنده اجتهادات وخزعبلات وبدع وضلالات ما انزل الله بها من سلطان لا اصل لها لا في الكتاب ولا في السنه ولا عند الصحابه ولا في الفتاوى العلماء من بين اولئك المخرفين مخرف المغرب ربيع نعيم الذي ياتي بكلام خطير كلام لا معنى له فيه استغاثه وفيه استعانه وفيه استخدام للشيطان ويبدا ينادي في الشيطان بصنفه وبشكله وبنوعه وهذه استغاثه واستعانه وقد تكلم عنها العلماء اما انها شرك واما انها وسيله للشرك وعندهم طوام وطوام وطوام لا يعلم بها الا الله هؤلاء الذين ذكرتهم اعتمادهم الكلي في رقيتهم المبتدعه وفي رقيتهم المخترعه هو التركيز على المس التركيز على الشيطان الجني فيبدأون مع ذلك الشيطان الجني في الحوار أو يبدأون في أصل الرقية أنهم يحضرون ذلك الشيطان والعلماء قد تكلموا عن عن حكم تحضير الشيطان الجني الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من الشيطان لكي لا يحضر من همزات الشياطين وأن يحضرون الآية واضحة يعني الإنسان يستعد بالله من الشيطان الرجيم لكي لا يحضر الشيطان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءوا ذلك الصحابي عمرو بن عثمان بن مضعون عبد الله بن مضعون قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله أمر الشيطان أن يذهب وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعنا الصياح أو النهيق الحمير أو نباح الكلاب أن نستعيذ بالله من الشيطان فإنه رأى الشيطان. فالشيطان حضوره ومكوثه في المكان يعني مكوث الشر المستطير، الشر العظيم الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لم يجلس في مجلس فيه شيطان. ذاك الحديث الذي ذكرته لكم كم من مرة. أنه كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فدخل أعرابي فبدأ يصب في أبي بكر سب كبير وأبي بكر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فرد عليه أبي بكر فلما رد عليه أبي بكر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس فمشى خلفه أبي بكر وقال له يا رسول الله كان يسبني وأنت ساكت ولما رددت عليه ذهبت وتركتنا أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الحديث بالمعنى ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما كان يسبك نزل ملك من السماء يرد عليه فلما رددت عليه حضر الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس يحضر فيه الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجلس في مجلس يحضر فيه الشيطان هؤلاء الرقاة الثلاثة حامل المسك والغريب الموصلي وربيع نعيم وغيرهم كثيرون من الرقاة رقاة التخريف والتحريف بالعكس يتعمدون تحضير الشيطان فهم يقرؤون القران فلا يحضر الشيطان لماذا لا يحضر الشيطان؟ لانهم لا يعتمدون اصلا في رقيتهم قراءة القران فلا تكون مؤثرة فاذا كانوا هم اصلا يرون بأن القرآن لا يؤثر في الجلسة ولا يؤثر في المريض ولا يشفي المريض في تلك الجلسة فإذا قرأوا القرآن كاملا لا يحضر الشيطان ولا يتأثر الشيطان ولا يبتعد الشيطان فيستفزون الشيطان بكلام يخترقونه من عندهم بدع وظلالات وخزعبلات ينادون الشيطان يتكهنون عقد 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 سلاسل اصفاد نيران تعذيب تحريق كلام فارغ فلما ياتوا بذلك الكلام الفارغ يحضر الشيطان ويبدا يصرخ ويبكي ويتحرك ويتخبط على اساس ان تلك الكلمات الفارغه التي قد يكون فيها الشرك والعياذ بالله لانه لا معنى لها يظن المريض وأهل المريض ويظن حتي الراقي المغفل بأن هذا الشيطان الجن تأثر بهذه الكلمات الفارغة وأصبحت تضره وتؤثر في أكثر من تكرار القرآن الكريم فهم لا يكررون الفاتحة هل وجدتم راقي مخرف من هؤلاء الرقاة الثلاثة يكرر الفاتحة هل وجدتم أحدا منهم يكرر آية الكرسي هل وجدتم احدا منهم يكرر المعوذتين مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين وكان اذا مرض احد من اهله ماذا قالت عائشه في صحيح البخاري ومسلم قالت كان يقرا عليه بالمعوذتين تتركون ما يقراه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به الوحي الى رؤوسكم الخاويه الخاليه الفارغة العفنة تقدمون كلامكم النتن على كلام رب العالمين على كلام النبي الكريم الذي جاء عن طريق الوحي والذي هو فيه شفاء ابن القيم ماذا قال؟ قال القرآن والأذكار والأدعية هي كلمات في حد ذاتها شافية فأنا لما أكرر آيات قرآنية يشفى بها المريض كلام الله كيف لا يشفى؟ يشفى بكلام الله ويشفى بالأذكار ويشفى بالأدعية فيتركونهم هذه الأمور ويأتوا بكلمات قد ألفوها من عندهم وهذه الكلمات فيها تجاوزات فيها منادات للشيطان فيها استغاثة للشيطان فيها إعانة للشيطان فيها نفخ للشيطان فيها استفزاز لكي يحضر الشيطان والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى قال وإن نزغك نزغ من الشيطان تستعد بالله إنه هو السميع العليم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نادى المنادي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب. فبدل ما يؤذنون أو يقرؤون القرآن أو يذكرون أو يكررون ما كرره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبي سعيد الخدري كرر الفاتحة وعم خارج بن الصلت كرر الفاتحة على المجنون فشفي هم لا يقرؤون القرآن ولا يكررون القرآن ولا يقرؤون حتى آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم لا يكررونها هل وجدتم راقي من هؤلاء الرقاة الثلاثة رقاة التخريف والتحريف يكرر آية الكرسي بالساعات أو يكرر المعوذتين بالساعات أو يكرر الفاتحة كما كررها أبي سعيد الخدري وكما كررها عم خارج بن الصلت يا مرضى يا مساكين يا مساكين يا مهابيل تتركون ما يفعله الصحابي الجليل الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الى النبي قال له كيف عالجته؟ قال له قرات عليه الفاتحه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. خارج بن الصلت لما عالج المجنون بالفاتحه قال له ماذا فعلت؟ قال له قرات عليه الفاتحه ثلاث ايام مرتين في اليوم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. تتركون ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم وما قراه النبي صلى الله عليه وسلم وما قراه الصحابه الى رقية هؤلاء المخرفين الدجاجله الجهله البعيدون عن الرق الشرعيه الذين يبحثون عن الظهور والشهور ويبحثون عن الفلوس والدرهم والدينار يبحثون عن جيوبكم يبحثون على ان يشار اليهم بالبنان وبالاصابع يا سبحان الله العلي العظيم يا مرضى افيقوا يا مساكين افيقوا هذه مسرحيه هذه تمثيليه بين راقي مخرف وبين شيطان جني قد يقول قائل من هؤلاء المرضى المساكين كيف تتكلم بهذا الكلام ورقيتهم عندما نسمعها يتاثر الشيطان ويبدا يبكي ويصرخ اخرج 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 ولن اعود ولن اعود احترقت احترقت, احترقت هو يلعب بكم يا مساكين هو يلعب بكم الذي يؤثر فيه والذي يطرده والذي يخرجه الاستعاذه الاذان قراءة القران الاذكار الادعيه ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس العقد حل العقد فك العقد فك العقد فك العقد, العقد، السلاسل 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 ما هذا الكلام الفارغ كلمه يرددها لا معنى لها تؤثر على الشيطان ويبكي الشيطان ويصرخ منها يعني يلعب ويضحك شيطان منافق خبيث الشيطان لعين الشيطان مريد يلعب بعقولكم يا مرضى يا مساكين حتى ولو حتى ولو نتجوز وفرضا أن هؤلاء الرقاة المخرفين الثلاثة قرأوا القرآن وكرروا القرآن على المريض حتى خرج الشيطان هل يشفى المريض؟ هل يشفى المريض؟ هم لا يقرؤون القرآن مباشرة على المريض بل حتى أنهم يسجلون تلك الكلام الكلمات الفارغة في مسجل ويطلبون من المريض ان يسمعها صباحا مساء ليلا النهار فيبدا يصرخ الشيطان ثم قد يخرج وقد لا يخرج لانه يلعب الخبيث لا يخرجه الا القران الكريم باذن الله لا يدفعه الا القران الكريم لا يرده الا الاذان والاذكار والادعيه حتى ولو قرا القران هذا الراقي المخرف مباشره وخرج الشيطان يا ايها المريض المسكين هل تظن بان هذه هي الرقيه؟ هل تظن بأن هذه هي الرقيه؟ يعني أن الشيطان يخرج وانتهى الأمر. لماذا كان الشيطان موجود فيك أصلاً؟ موجود فيك لأنه بك سحر بك عش بك عش ذلك العش الذي كان يعشش فيه هذا الشيطان اللعين العش الذي فعله الساحر الذي استعان فيه الشيطان الجني بالساحر واستعان الساحر بالشيطان الجني لكي يدخل فيك ويتحكم ويتسلط بسبب ذلك العش بسبب ذلك السحر الموجود الرقيه الحقيقيه هي ازاله السحر ازاله السحر يا مرضى يا مساكين وهذا ما لا يفعله ولا يستطيعوه اصلا هؤلاء الرقاه رقاه الخرافه والدجل وهم بعيدون عنه كل البعد فهم لا يركزون على ازاله السحر يركزون على الحوار والجدال واللعب والصراخ والضحك والابتسامه والفوضى وادخال الرعب والهلع في قلوب المرضى عن طريق حوارهم لذلك الشيطان او عن طريق الصراخ الذي يفعله الشيطان حتى ولو خرج الشيطان يرجع يا مسكين لان هذاك الصراخ لم يزيل السحر تلك الكلمات التي اخترعوها من عندهم ويرددونها على المريض سواء مباشره او عن طريق المسمع او عن طريق الهاتف او عن طريق الواتساب او عن طريق المسجلات او القنوات اليوتيوب هذه اصلا لا تزيل الشيطان ولا تزيل السحر السحر يحتاج يحتاج منك يا مريض الى الصلوات الخمس الى الرواتب صلاة الضحى اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم استخراج مادة السحر يخرج استخراج تأثير السحر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه استعمال الاستفراغات الخمسة التي جاءت في السنة المطهرة الاستفراغ عن طريق الحجامة استخراج الدم الاستفراغ عن طريق التقيؤ الاستفراغ عن طريق الإسهاد الاستفراغ عن طريق العطاس الاستفراغ عن طريق الخ... إخراج العرق فهناك أشياء وأشياء وأشياء جاءت في السنة المطهرة تفعلها يا مسكين من أجل إزالة السحر فإذا لم يزال السحر حتى ولو خرج ذلك الشيطان اللعين يرجع اليك يا مسكين يرجع لان القمامه القذره لم تزال فانتم تروا ان المسحور اذا استفرغ بعد مده من العلاج يستفرغ ابر ويستفرغ خنافيس ويستفرغ شعر وصوف ويستفرغ قطع معدنيه وقطع بلاستيكيه هذه لم تزال بعد يا مسكين هل عندما يخرج الشيطان الجني تزال هذه الاشياء، هذه الاشياء لا تزال في عشية وضحاها ولا تزال في جلسة أو جلستين، تزال مع الأيام والليالي والأيام والليالي والأسابيع والشهور، بعد جهد جيد من عبادة وطاعة وتقوى والاستغفار والتسبيع والتحميد والتكبير والتهليل، وليس كما يقول هؤلاء الرقاة، رقاة الخرافة والدجل لما يفعلون تلك التمثيلية وتلك المسرحية مع ذاك الشيطان الجني وهو يصرخ ويبكي ويكذب لكي يجعل المريض المسكين التائه الجاهل باحكام الرقيه الشرعيه يجعله يتمسك بهذا الراقي يجعله يظن بان هذه هي الرقيه الشرعيه لما تاثر وحضر الشيطان يظن بان الامر قد انتهى حتى ولو خرج منك الشيطان الجني يا مسكين تبقى مريض لماذا لانه بك سحر والسحر قد اثر في لحمك وشحمك وعظمك. فعل لك الامراض الخطيره من نحافه من اصفرار من تساقط للشعر من فقر للدم من امراض مثل السرطان. هو يمشي معك في دمك ولحمك يا مسكين فهذا لا يزال بهذا الصراخ ولا يزال بخروج الشيطان الجني ولا يزال بهذا الهبل واللعب والعربده والمسخره والسفسطة التي يفعلها هؤلاء الرقاة والله وبالله والله هؤلاء ليسوا برقاة شرعيين بعيدون كل البعد عن الرقية الشرعية لا يزيدون الشيطان إلا تمسكا قد يذهب يا مسكين اسمعني يا مريض المريض الذي يتبع هؤلاء الرقاة حامل المسك والغريب الموصلي وأبو همام الراقي وربيع نعيم شيطانكم لا يزيد الا تمسكا وتسلطا وتحكما قد يذهب شهور قد يذهب سنه وهو يراقبكم ويترصدكم وهو معكم ينتظر في فرصه اخرى ينتظر حتى تتوقف تلك المهزله وتلك المسرحيه يستبدل معك طريقه الحرب يستبدل معك الخطه فقط وهو لا يزال معك يا مسكين لماذا؟ لأن السحر لم يزال السحر لا يزال بهذه السفسطه وهذه التمثليات لماذا أصلاً هم لا يركزون على إزالة السحر هم يركزون على اللعب والرقص والتصفيق والغناء لذلك الشيطان الرجيم بتلك العبارات التي اخترعوها من رؤوسهم الفارغة من أهوائهم المتسلطة عليهم السحر لا يزيل الا بقراءة القرآن الكريم قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته كلمات الله قال عنها العلماء كلمات قدريه وكونيه القدريه كونيه وشرعيه قدريه وشرعيه آيات الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم يزال بالقران الكريم يا عباد الله لا يزال بهذه السفسطه وبهذا اللعب وبهذه المضيعه يرقصون ويلعبون بارواح المرضى المساكين النبي صلى الله عليه واله وسلم عالج وبين كيف علاج السحر والمس تتركون ما جاء به نبيكم صلى الله عليه واله وسلم الى هؤلاء المخترعين إلى هؤلاء الذين خرجوا عليكم بدين جديد في باب الرقيه، نعم، خرجوا عليكم بدين جديد في باب الرقيه. لأن ما يقومون به ويفعلونه لا صلة له برقيه النبي صلى الله عليه وسلم. تتبرأ منه والله العظيم رقيه النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه الصحابة ورقيه الوحي. وارجعوا إلى فتاوى العلماء، أنتم لا تخسروا شيئا، ارجعوا إلى فتاوى العلماء موجودة في اليوتيوب. حكم تحضير الشيطان الجني باي طريقه كانت حتى ولو بالقران الكريم فاذا جاء الراقي وبدا يقرا في القران الكريم وفي نيته ان يحضر الشيطان من اجل الحوار والكلام معه واللعب ومضيعه الوقت هكذا قالت اللجنه الدائمه هذا فيه الضرب من ضرب من ضروب الكهانه هذا ليس براقي شرعي هذا كاهن منجم لا يجوز طلب العلاج عنده ولا يجوز الذهاب إليه لأنه يساعد الشيطان في التسلط رق الشرعي القرآن 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 أيها المرضى إذا أنت تستطيع أن تقرأ القرآن فلا تذهب إلى أي رق كان ولو كان رق شرعي أنت اعتكف في بيتك على المصحف على القرآن وعلى الصلاة والأذكار والتسبيح والتحميد إذا كنت تستطيع أن تقرأ القرآن وتصلي وتذكر لا تذهب إلى أي راقي مهما كان ذلك الراقي أما إذا كنت لا تستطيع اذهب إلى راقي شرعي من هو الراقي الشرعي؟ الذي يرقي بالقرآن القرآن القرآن وبالأذكار والأدعية فقط لا غير لا يصفصف ولا يأتي بهذا التخريف والتحريف الذي جله والعياذ بالله فيه الشركيات أو هو وسيلة للشرك الحذر, الحذر 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فنبقى نحذركم صباحا مساء ليلا النهار في كل وقت وحين ونطلب من المشاركين والمتابعين أن ينشروا هذه الدروس لكي تصل للمرضى المغرر بهم لكي تصل إلى المرضى الذين يتابعون هؤلاء الرقاة رقاة الخرافة إنهم يتابعونهم بالآلاف والآلاف لجهلهم لعدم علمهم بأحكام الرقية الشرعية وأيضا للنتائج التي تظهر لهم عندما يسمع رقية حامل المسك أو الغريب الموصلي أو إلى التهريج والتهريج للراقي ربيع نعيم ويبدا يصرخ الشيطان ويتخبط ويسب او يبكي ويطلب الخروج يظنون بان هذا الكلام الفارغ الذي يسمعونه من عند هؤلاء هو الرقية الشرعية هو الرقية الشرعية وهو الذي أثر في الجن وهو الذي زعزع الجن وتلك في الحقيقة التمثيلية من طرف الشيطان الجني وكان سببها هؤلاء الرقاة لا اسمع القرآن يا مسكين هو الاصل انك تقرا القران فان لم تستطع فاسمع القران فقط القران الكريم اذهب اسمع الى المنشاوي اسمع الى الحصري اسمع الى القراء المشهورون الثقات المعروفون الذين زكاهم العلماء بحق اسمع الى القران الكريم اما انك تقرا القران وهو الافضل ان استطعت ان تقرا القران فان لم تستطع تسمع القرآن ولا تذهب إلى هؤلاء الرقاة الذين يأتون بجمل ومعاني لا محل لها من الإعراب ينادون الشيطان يستغيثون بالشيطان يستعينون بالشيطان يستخدمون الشيطان يحذرون الشيطان يتعاملون مع الشيطان هذه كلها بدع وضلالات وخزعبلات شيء يا سبحان الله أين عقولكم يا مرضى يا مساكين شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي انتم من نبيكم؟ نبيكم محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يفعله كيف تتابعون اناس اخرون يخالفونه ويفعلونه وفيه دجل من الذي قال بان فيه دجل؟ العلماء ولست انا ابحثوا في اليوتيوب ابحثوا في الكتب اسالوا العلماء الاجلاء يقولون بانهم اصحاب الكهانه واصحاب الدجل وانهم بعيدون كل البعد عن الرقيه الشرعيه امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه ولم يفعله الائمه ولم يفعله السلف ولم يفتي بجوازه العلماء المعاصرون تجد هؤلاء الرقاة رقاة الخرافه والدجل يفعلونهم تتابعونهم تتابعونهم اي علم عندهم اي علم عندهم في هذا الباب هم محرفون مخرفون لا تغتروا بكثرة المتابعون لهم لا تغتروا بكثرة المتابعين لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي والله العظيم والله وبالله وتالله رق الخرافة حامل المسك ورق الخرافة الغريب الموصلي وراق الخرافة ربيع نعيم هؤلاء ليسوا برقاة شرعيين هؤلاء ليسوا برقات شرعيين هؤلاء ليسوا برقات شرعيين يبحثوا واسألوا العلماء واستفتوا العلماء رقيتهم غير شرعية رقيتهم غير شرعية يعملون لصالح الشيطان كيف ذلك يبعدون الناس عن حمل المصحف يبعدون الناس عن قراءة القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا رقى المرضى رقاهم بالمعوذتين يا عباد الله خافوا الله اتقوا الله خافوا ربكم خافوا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عالج المرضى بالمعوذتين النبي عليه الصلاه والسلام وما ادراكم كما جاء في حديث في صحيح البخاري عن عائشه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم مش قالت قال دعا الله من النبي صلى الله عليه وسلم لكي الله سبحانه وتعالى يكشف له المرض ويزيل عنه المرض ماذا فعل النبي؟ دعا الله،, دعا الله ثم دعا الله ثم دعا الله ثلاث مرات كان يلح في الدعاء وكان يستفتي الله وكان يقترب ويتقرب من الله وكان يفعل الرقيه لنفسه تتركون فعل النبي وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم تذهبون الى هؤلاء المخرفون الذين يعملون مع الشياطين الجن ويعملون لصالح الجن ضدكم ضدكم يا مرضى يا مساكين والله العظيم يعملون ضدكم دون أن تشعروا أنا أنصح الذين عالجوا عند هؤلاء الرقاة يعيد الرقية من جديد وسيرى العجب العجاب يعيدها بالقرآن فقط كيف سهل الأمر سهل لا يحتاج إلى صفصطة وهبزطة ويحتاج إلى سماع المحرقة وسماع المقتلة وسماع التمشيط وسماع كذا وكذا تخريفات وعناوين كبيرة وضعوها من اجل ان يدخلوا الهلع والخوف في عقول المرضى المساكين وراقي الخرافه والدجل راقي المغرب ربيع نعيم اسمع الى مقطع القط ومقطع الكلب ومقطع الدب ومقطع الحرباء ومقطع التنين ومقطع كذا ومقطع كذا ومقطع كذا سفسطه وهبزطه يلعبون بعقول الناس ويتعاملون مع الشياطين من اجل ان يصلوا الى مبتغاهم والى ما يريدونه ولا حول ولا قوة الا بالله. ايها المريض، اذهب. انا اتوجه الى المريض الذي عالج عند نقاط الخرافه هؤلاء الثلاثة. حامل المسك والغريب الموصلي وربيع نعيم. انا اقول لك. اذهب. اقرأ الفاتحة. واقرأ آية الكرسي. واقرأ المعوذتين. واقرأ اواخر سورة البقرة. واقرأ آيات السحر الأربعة الموجودة في القرآن الكريم سورة البقرة والأعراف ويونس وطه وحاول أن تكرر هذه الآيات والصور لمدة ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف صباحا ومدة ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف مساء لمدة ثلاث أيام أو أربعة أيام ورد للخبر هل فعلا لما ذهبت إلى هؤلاء شفيت أم لا ستجد نفسك مريض تجد نفسك ما زلت مريضا وما زال الشيطان الجني الخبيث الذي كان معك منذ زمن لا يزال معك إلا أنه مختفي إلا أنه استبدل طريقة الحرب وطريقة التعامل معك بسبب هؤلاء الرقات رقات الخرافة والدجل قد تسأل وتقول من أين لك بأن أقرأ هذه مدة ساعة أو ساعتين صباحا ومساء فيها السنة فيها سنة عم خارج ابن الصلت قرأ على مجنون صباحا ومساء يكرر الفاتحة أن كرر الفاتحة صباحا ومساء لمدة ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام وسترى وستتأكد بأنك لا زلت مريضا يا مسكين لا زلت مسحورا لا زلت مصابا حتى بالمس لا تظن بأن ذلك الشيطان الجني المتسلط عليك حتى ولو خرج فعلا حتى ولو خرج فعلا لا تظن بأنه لا يعود حتى ولو خرج وذهب ولم يرجع لا تظن بأنه لا يدخل فيك الشيطان آخر لماذا؟ لأن القمامة السحر لا تزال موجودة يا مسكين الباب لا يزال مفتوح عندما تكون عندنا قمامة وقد تسلط علينا الكلاب ليس الحل أن نقتل كلبا ثم نقتل كلبا ثم نقتل كلبا الحل هو ازاله القمامه تنقيه المكان ازاله القذاره من المكان فاذا ازيلت القمامه اندفع الكلاب وازيل امر الكلاب ولن ياتي اي كلب كان ايضا اذا اردت ان تتخلص وتدفع الشياطين ازل السحر فاذا ازيل السحر ازيل امر الشيطان ولن ياتيك اي شيطان باذن الله سبحانه وتعالى ما دمت قد شفيت وقد ازلت السحر باذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يركزون على ازاله السحر. هؤلاء يركزون على الضحك والسمر ومضيعه الوقت من اجل التسجيل ومن اجل ادخال الرعب والهلاء في قلوب المرضى وانهم يسيطرون على الجن وانهم يطردون الجن وانهم يعالجون الجن. العلاج الحقيقي ازاله السحر. وهذا ما لا يعرفونه ولا يستطيعونه. والله لا يعرفونه ولا يستطيعونه لانهم يتخبطون خبط عشواء وجدوا مقطع موسيقي فهم يمشون معه لمده سنوات هذا المقطع هم انهم يحاورون الشيطان ويعربدون مع الشيطان ويهارشون الشيطان مثل, ما مثل مهارشتهم للكلاب فيزيد حمقا ويزيد صراخا ويزيد بكاء ويزيد لعبا وضحكا على عقولهم وعلى عقول المرضى المساكين. فكل من عالج عند هؤلاء المخرفون يذهب ويحاول ان يقرا القران بنيه العلاج وسيرى العجب العجاب، يجد نفسه بانه لا يزال مريض ولو بعد سنوات. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، هؤلاء يضيعون لكم الوقت ويسلطون عليكم شياطين الجن اكثر واكثر واكثر. تأكدوا كل التأكد تأكدوا كل التأكد لأنهم ليسوا رقاة شرعيين بعيدون كل الرق بعيدون كل البعد عن الرقيه والله العظيم انا اقسم لكم والله وبالله وتالله هم بحاجه الى راقي شرعي يعالجهم هم بحاجه الى الرقيه الشرعيه هم بحاجه الى شخص امين تقي نقي زكي طيب طاهر يقرأ عليهم القرآن لأنهم مرضى لأن هذا العمل الذي يقومون به لا يقوم به إلا ممسوس أو مسحور لا يقوم به إلا مريض فاستنجد الغريق بالغريق مريض يداوي ويعالج عند مريض الأمر سهل يا مساكين إما أن تعالج نفسك بنفسك بنفسك في بيتك بقراءة القرآن كلام رب العالمين لا واسطة بينك وبين الله لا تجعل راق الخرافة واسطة بينك وبين الله اذهب مباشرة إلى البيت ويوجد المصحف وخذ المصحف وابدأ القراءة وناجي الله سبحانه وتعالى مباشرة لا تجعل الرق بينك وبين الله هكذا أبت العلماء هذا إن استطعت أن تقرأ القرآن فإن لم تستطع فاذهب إلى راقي الشرعي الراقي الشرعي من؟ الذي يقرا عليك كلام الله فقط الذي يقرا عليك القران فقط كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يفعل الا هذا حديث عائشه في صحيح مسلم والبخاري كان اذا مرض احد من اهله قرأ عليه المعوذتين قرأ عليه المعوذتين اتقوا الله خافوا الله ارجعوا الى ابن القيم كيف كان يرقى نفسه بجوار الحرم كان يقرا في ماء زمزم بالفاتحه هكذا قال في مدارج السالكين ويشرب ذلك الماء فيجد فيه نفعا عظيما كان يقرا القران ماذا قال في كتابه الداء والدواء؟ الرقيه ماذا هي؟ هي كلام الله القران والاذكار والادعيه ارجعوا الى شيخ الاسلام بن تيميه كان اذا وجد تعبا او وجد الما او وجد شيئا كان يقرا على نفسه ايات السكينه يقرأ القرآن ارجع إلى رقية ابن باز كيف كان يرقي الناس كان يكرر عليهم الفاتحة كما فعل أبي سعيد القدري الصحابي الجليل وكما فعل عم خارج بن الصلت تتركون أنتم جبريل عليه السلام جاء برقية معروفة مشهورة وجيزة بسيطة تتركون النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نرقي بالقرآن تتركون الصحابة كيف رقوا بالفاتحة تتركون العلماء السلف كيف رقوا وتذهبون الى هؤلاء المتاخرين رقة الخرافة والدجل الممسوسون المصابون بالسحر يلعبون بعقولكم يلعبون بجيوبكم يزيدون الشياطين تحكما وتسلطا وتمسكا فيكم يا مساكين ارجعوا الى رشدكم افيقوا يا مرضى يا مساكين افيقوا افيقوا والله وبالله وتالله لن تجدوا عندهم الشفاء ولن تجدوا عندهم العلاج لانهم مرضى ولانهم ليسوا في طريق العلاج. هم ضد الرقيه الشرعيه ضد رقيه جبريل ورقيه النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.